الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشكره على فضله وإحسانه، ونسأله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأبداننا وأموالنا وسائر أحوالنا، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا فهما لكتابه وعملا بما فيه، وأن يرضى عنا رضا لا يسخط بعده أبدا. أما بعد، فهذا لقاء رابع من لقاءاتنا في قراءة سورة إبراهيم، نتناول بإذن الله عز وجل بعض المعاني التي اشتملت عليها آيات من هذه السورة العظيمة، فلنقرأ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
لما ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالأفعال والأعمال فيما مضى، كما في قوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، الآية، ذكر ما يتعلق بالأقوال. فإن الإنسان إنما تسمو درجته أو تهبط منزلته بأقواله وأفعاله واعتقاداته، ولذا احتاج أن ينوه إلى ما يتعلق بالأقوال من أجل أن يسعى الإنسان إلى جعل أقواله صواباً مختاراً فيها قول الحق. ومن ذلك أن يختار الإنسان أعلى الكلمات فضلاً وذكرا، ألا وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فإنها باب عظيم من أبواب خيري الدنيا والآخرة، فبها النجاة يوم القيامة، وهي الفارق بين أهل الإسلام وغيرهم، وأهل الإيمان يقبلونها ويقرون بما فيها، وأهل الشرك ينفرون منها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومن هنا ضرب الله هذا المثل فقال: ألم ترى، أي ألم يكن من شأنك أن تتفكر بقلبك وأن تعيد التفكير بذهنك كيف جعل الله عز وجل هذا المثل العظيم، حيث ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. والأصل في الضرب أن يكون اصطكاك شيء بآخر، ولما كان هذا المثل يصل إلى العقول وتستجيب له العقول السليمة، سمى قرع الأذهان بهذا المثل ضربا. ولذا قال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة. ومثل الشيء ما يشابهه في صورته وفي آثاره وحكمه ونتيجته، ولذا كانت الأمثال تأتي في كتاب الله عز وجل من أجل توضيح الحق وبيانه. ضرب الله مثلا كلمة طيبة، الكلم يراد به الأصوات والحروف، فإن الكلام عند العرب يريدون به ما يخرجونه من أفواههم وينطقون به، ولذا يعلق به السماع، كما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما المعاني النفسية التي تكون عند الإنسان فهذه لا تسمى كلاما، وإنما تسمى أفكارا أو تسمى معانيا في النفس. ثم قال: كلمة طيبة، يعني أنها بمنشأ حسن وبأثر جميل، وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة فيها الخير العظيم، ولذا مثلها بالشجرة الطيبة. والمراد هنا الأشجار التي لها فوائد عظيمة، ومن أمثلتها شجرة النخلة التي فيها أثر عظيم، فهي ثابتة في الأرض، لا يستطيع الإنسان بقوة مفردة أن يجتثها وأن يأخذها من الأرض، بل هي ثابتة. وهي كذلك ممتدة في السماء، تصل عنان السماء، وهي كذلك لها ثمرات
وخيرات تأتي منها، سواء بثمرة التمر الذي يؤكل بسرا رطبا ويؤكل بعد ضمده تمرا إلى جميع أيام السنة. وكان الناس في سابق أيامهم يجعلون التمر غذاءهم الرئيس في سائر أيام سنتهم، ولذا ضرب الله كلمة التوحيد مثلا، ضرب الله مثلا في كلمة التوحيد بشجرة النخلة، فإن أساس هذه الكلمة ثابت وأثرها يصل بالعبد إلى علو السماء، فترتفع أعماله الصالحة وكلماته الطيبة ودعواته الصادقة إلى رب العزة والجلال. ثم هذه الكلمة لها آثارها على العبد في دنياه وفي آخرته، فهي بمثابة النخلة تؤتي أكلها كل حين. وفي هذا بيان أن من تمسك بكلمة التوحيد فإن العاقبة الحميدة تكون له دنيا وآخرة. والنخلة كما يستفاد منها فيما يؤخذ منها من تمر، يستفاد منها أيضا في أمور أخرى، فهي لا يحت ورقها، وبالتالي لا تؤثر على الناس باتساخ محالهم ومنازلهم، ويمكن أن يستفاد من ليفها ومن كربها ومن جذعها، فتسقف البيوت به وتصنع الحبال منه ويؤخذ رمادها فيكون سمادا للنبات، إلى غير ذلك من الفوائد. والعباد إنما يستفيدون مما في الكون بإذن الله جل وعلا، فهو الذي سخر لهم ما في هذا الكون. ثم قال: ويضرب الله الأمثال، أي تستمر الطريقة القرآنية في جعل المعاني البعيدة تقرب إلى الأذهان بالأمثلة القريبة، ليتضح للناس ما اشتمل عليه كتاب الله من المعاني العظيمة، وبالتالي يكون هذا من أسباب تذكرهم ومعرفتهم لما فيه خيرهم وصلاحهم. وفي المقابل الكلمة الخبيثة، فإن الكلمة الخبيثة ككلمة الشرك تكون بمثابة الشجرة الخبيثة كشجرة الحنظل التي لا يستفاد منها، وإنما يتضرر الناس منها، إن بقيت على الأرض أفسدت تلك الأرض، وإن أثمرت فأكل منها الإنسان مات بسببها، وإن وطئها أسهل بطنه بسبب ذلك، فلا يستفيد منها. ولذا قال: اجتثت، أي أخذت واستؤصلت من فوق الأرض. فيستطيع الإنسان نزع هذه الشجرة بعروقها، إذ ليس لها قرار، أي ثبات على الأرض، بخلاف شجرة النخل. ثم قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي أن العبد يحتاج إلى إمداد من الله عز وجل تمكنه من البقاء على الحق. ولذا فالله يمتن على بعض عباده بأن يثبتهم فيبقيهم على العقائد الصحيحة والأقوال الفاضلة والأعمال الجميلة بسبب ما يكون عندهم من التوحيد بإفراد الله بالعبادة والدعاء، وما يكون عندهم من اعتقاد مقتضى شهادة التوحيد
لا إله إلا الله. ولذا قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني قبل موت الناس، فإن الناس يتمسكون بالحق بمقتضى هذه الشهادة، وكذلك يثبتهم الله في الآخرة، سواء في قبورهم عند سؤال منكر ونكير له: من ربك وما دينك ومن نبيك، أو عند عرصات القيامة حينما تزل الأقدام في ذلك الموطن. وفي مقابل هؤلاء الذين تمسكوا بالقول الثابت فثبتهم الله دنيا وآخرة، يوجد صنف الظالمين الذين يضلهم الله فيبعدهم عن الحق والهدى وعن الإقرار بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيضيعون ولا يهتدون، وذلك بسبب الناسٍ عنهم. ولذا قال: ويضل الله الظالمين، لأنهم ظلموا أنفسهم بعدم الإقرار بالحق وعدم التسليم للإله، كان ذلك من أسباب ورود الضلالة عليهم. والله جل وعلا متصرف في كونه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو سبحانه يفعل ما يريد. ثم لفت الأذهان والأنظار إلى قوم وجدوا ولا زالوا يوجدون في كل زمان، وجدوا في مكة في عهد النبوة، جاءتهم النعمة وجاءهم الخير فلم يقبلوا نعمة الله، ولذا أوردوا أنفسهم ومن حولهم المهالك في دنياهم وفي أخراهم. فمن النعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم، فهما نعم عظيمة. فبعض الناس قبل هذه النعمة، فكان هذا من أسباب رفعة درجته وعلو منزلته، وبعضهم لم يقبل بنعمة الله، فكان هذا من أسباب عذابه دنيا وآخرة. فقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي قابلوا نعمة الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبإنزال الكتاب وبالخيرات التي تأتيهم في دنياهم، بالكفر بهذه النعم والجحد لها وعدم الاعتراف بها، فكان هذا من أسباب نزول الهلاك بهم دنيا وآخرة. ولذا قال: وأحلوا قومهم دار البوار، أي جعلوهم ينزلون في الدار التي فيها الهلاك، جهنم يصلونها، أي تحيط بهم من كل جانب. النار إذا كان الإنسان حولها فإما أن يكون ممن ينتفع بها دفئاً بها فيقال له اصطلى، وإما أن يكون ممن يتضرر بها فيقال صلى النار. ولذا قال هنا: جهنم يصلونها، ولم يقل يصطلونها، وبئس القرار، أي أن معادهم الذي يستقرون فيه ويلبثون فيه أبد الآبدين مقر سيء وبئيس وموحش، ألا وهو نار جهنم. قال تعالى: وجعلوا لله أندادا، أي لم يكتفوا بأن يكفروا بنعمة الله، بل جعلوا شركاء ينسبون نعم الله إليها ويصرفون العبادة لها من دون الله. فالأنداد الأمثال والشركاء الذين يصرفون لهم العبادة
من دون الله كالأصنام والأحجار ونحوها. قال ليضلوا عن سبيله، أي ليصرفوا الناس عن الاستجابة لدعوة الحق إلى عبادة هذه المعبودات التي لا تنفع ولا تضر. وفي بعض القراءات ليضلوا عن سبيل الله، فهم في أنفسهم يضلون بسبب هذه الأنداد التي اتخذوها، وهم يصدون الناس ويضلونهم عن سبيل الهدى. قال تعالى قل تمتعوا، انظر للخطاب الأول وجه لهؤلاء المعرضين الذين يصدون عن دين الله، فقيل لهم تمتعوا، أي ليكن من شأنكم أن تعيشوا في حياتكم عيشة تنعمون بها بالنسبة للآخرة، وإلا فإن نعيم الدنيا مكدر غير كامل، فإن مصيركم أي مرجعكم ومآلكم الذي تصيرون إليه وتحطون الرحال فيه هو نار جهنم. فلما قال لهؤلاء تمتعوا وجه النداء لمقابلهم فقال قل لعبادي الذين آمنوا، أي خاطب أولئك الذين التزموا بكلمة التوحيد وانقادوا لله فأفردوه بعبادتهم، ولذا نسبهم إليه ووصفهم بالعبادة، فقال قل لعبادي الذين آمنوا. قوله يقيم الصلاة أي يؤد الصلوات المكتوبة، وقال يقيم أمرا بأدائها جماعة، واستخدم الفعل المضارع يقيم ليكون ذلك دلالة على الاستمرار في الصلوات وعدم الانقطاع عنها. وهكذا يؤمرون بأن ينفقوا مما رزقهم الله جل وعلا سرا وعلانية، فقوله مما كأنه إنما أمرهم بشيء يسير مما رزقهم، لأن من للتبعيض، وذكرهم أن هذا الرزق إنما جاء من عند رب العزة والجلال. ثم قال من قبل، يعني ليكن من شأنكم أن تفعلوا ذلك قبل أن يكون يوم القيامة، ذلكم اليوم الذي لا بيع فيه. فلو كان عندكم أموال عظيمة فلن تستطيعوا أن تشتروا بها شيئا يوم القيامة. قال ولا خلال. أصل الخلال الفجوة بين الأمرين المحكمين، وكأنه في هذا قال إن الصداقات التي تصل إلى درجة عالية بحيث يكون الصديقان بمنزلة قريبة من بعض حتى كأن عظام صدريهما يتخلل بعضها في بعض من قربهما، لا ينتفع الإنسان بها في ذلك اليوم، فلا تنفع الصداقات في يوم القيامة، وهكذا لا تنفع الشفاعات التي يشفع بها في ذلك اليوم إلا من أذن الله ورضي له قولا. ثم ذكر الله جل وعلا بعض الآيات الكونية التي سخرها للعباد وجعلهم ينتفعون بها، فأول ذلك خلق السماوات والأرض، فهذه المخلوقات العظيمة إذا تأمل الإنسان فيها وفي عظمها دلته على أن الله عز وجل الذي خلقها قادر على كل شيء، وأنه سبحانه عظيم يجب أن يفرد بالعبادة. ثم ذكر أمرا آخر مما أنعم به على الناس، ألا وهو إنزال الأمطار من السماء،
ينتفعون بذلك المطر شرباً لأنفسهم ولبهائمهم ونباتاً لأرض الصحراء، وتخزن الأرض ذلك الماء فينتفعون به في زراعتهم وفي سائر استعمالاتهم. ومن ثم يخرج الله بذلك الماء من الأرض أنواع النبات التي فيها الثمرات المختلفة، وذلك فضلاً من الله ورزقاً منه سبحانه وتعالى لكم يا أيها الناس. ثم انظروا إلى آية أخرى، ألا وهي ما في السماء من إلى آية أخرى ألا وهي ما وضعه الله جل وعلا من خاصية في البحار، بحيث تجري عليها السفن لا تغرق، فيتمكن الإنسان من ركوبها ومن الانتقال بها ومن الأسفار بها ومن حمل الأمتعة بها. ولذا قال: وسخر لكم الفلك لتجري، أي لتسير بسيرة سريعة في البحر بأمره جل وعلا. وهكذا سخر الله من أنواع المركوبات لبني آدم ما فيه عبرة وعظة، وما يوجب للإنسان شكر الله جل وعلا. ومن نعمه سبحانه أن سخر الأنهار للناس، والأنهار هي المياه الحلوة الجارية التي لا تنقطع، فقد ذللها الله جل وعلا. فتسخير الأنهار بمعنى تذليلها وتمكين الإنسان من الانتفاع بها. وهكذا نجد أن الناس يشربون من مياه الأنهار ويسقون زروعهم ويتمكنون من الانتقال فيها بواسطة السفن على أنواعها، وكذلك يتمكنون من إخراج أنواع الأسماك منها فتكون طعاماً لهم. ثم انظر لآية أخرى، ألا وهي الشمس والقمر، فقد سخر الله عز وجل هذين المخلوقين العظيمين لينتفع الناس بهما، وجعل جريانهما على صفة دائمة، فهما دائبان في العمل، أي أنهما مستمران في العمل لا ينقطعان عنه ليلاً ولا نهاراً. وذلك أن الإنسان يستفيد منهما بمعرفة أيامه وبالتفريق بين وقت نشاطه ووقت نومه، وبإنارة الأرض ليستفيد الناس من نور الشمس والقمر. فكانت آية عظيمة سخرها الله جل وعلا لينتفع الإنسان بها. ولذا ذكر الله آية أخرى مبنية على الأولى قد سخرت للإنسان، ألا وهي أنه سخر لنا الليل والنهار، سخر الليل لنبات فيه وتستقر نفوسنا، وسخر النهار لنتمكن فيه من طلب المعايش ومن الانتقال فيه. وذكر نعمة أخرى، ألا وهي الاستجابة للدعوات التي يدعو العباد بها ربهم، فقال سبحانه: وآتاكم، أي أعطاكم وأنالكم من كل ما سألتموه، فكل أمر طلبتموه فإن الله عز وجل يعطيكم من جنسه ما يكون سبباً لتنعمكم ولقضاء حوائجكم. وحينئذ عليكم أن تعرفوا عظم نعم الله عليكم. ولذا قال: وإن تعدوا، أي تقوموا بحساب نعم الله عليكم، فإنكم لن تستطيعوا أن تحصوها، أي لن تتمكنوا من عدها،
ومعرفة حسابها فضلاً عن شكرها. ولذا فإن الإنسان في جنسه ظلوم كفار، ظلم نفسه بعدم طاعته لربه سبحانه، وهو كفار أي جاحد لنعم الله غير صارف لها في مراض الله. وهنا ذكر موقف الإنسان تجاه هذه النعم، وفي سورة النحل ذكر فضل الله على العباد عند تعداد هذه النعم، فقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالإنسان ظلوم كفار، والرب سبحانه غفور رحيم. فهذه الآيات فيها معان عظيمة، فمن الأحكام والمعاني التي اشتملت عليها أن الأمثال يضربها الله عز وجل لتقريب المعاني البعيدة ليفهم الناس ويتذكروا، ويكون هذا من أسباب يقظتهم واستعدادهم لما أمامهم. وهكذا يضرب الناس الأمثال من أجل أن يستفيدوا من التجارب التي مرت بغيرهم. وفي هذه الآيات فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها كثيرة المنافع دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات تمثيل المؤمن الذي يتمسك بكلمة التوحيد بالشجرة العظيمة التي أصلها ثابت مستقر في الأرض، وقد امتد طولها في السماء، وكانت لها ثمار يستفيد الناس منها في كل وقت. وفي الآية حل أكل التمر وجواز خزن هذه التمور، لأن الله تعالى امتن على العباد بثمرة هذه النخلة، مما يدل على جواز أكلها، وقال تؤتي أكلها كل حين، مما يدل على جواز خزن التمور وإبقائها. وفي الآيات مشروعية تذكير العباد بما يعيدهم إلى الله ويعرفهم بحقائق الأمور والأشياء. وفي هذه الآيات التحذير من الكلام الخبيث السيء، وأمر العباد بأن يبتعدوا عن كل كلمة خبيثة، ومن أعظمها ومن أشنعها كلمة الشرك. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بأن الكلمة الطيبة يحسن به قبولها والعمل بها واتخاذها منهجا، كما أنه يحسن به أن يبتعد عن الكلام السيء الخبيث، كما يبتعد الإنسان عن شجرة الحنظل التي لا ينتفع من قربه بها. وفي هذه الآيات أن الإنسان عندما يضرب الأمثلة للناس بما يعرفونه في حياتهم يكون لديهم من التصور والمعرفة ما لا يكون مثله عند عدم ضرب هذه الأمثلة. فأشجار النخيل وما فيها من التمور كانت معهودة عند العرب يعرفونها، فضرب لهم المثل بها. وهكذا شجرة الحنظل يعرفها العرب ويعرفون أنهم لا ينتفعون بها بل يتضررون، ولذا ضرب مثل الكلمة الطيبة بها. وفي هذه الآيات أن ضلال الناس إنما يكون بأسباب تعود إليهم، فإذا ظلم العباد أنفسهم كان هذا من أسباب وقوع الضلال بهم. وفي هذا دلالة على أن الضلالات يجر بعضها بعضا، وأن الظلم من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان لا يعرف الحق ولا ينقاد له.
وفي هذه الآيات أن قدر الله كائن لا محالة، وأن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو سبحانه لا يعجزه شيء، وقدرة الله متعلقة بكل شيء، ما وقع وما لم يقع، وأما فعله وخلقه فإنما يقع على ما شاء وقوعه فقط، ولذا قيد الفعل بالمشيئة، وأما القدرة فلا تقدر ولا تقيد بالمشيئة، وإنما تطلق فيقال والله على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشأه. وفي الآيات أن العبد ينبغي به أن يكثر من ذكر الله، وخصوصا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد ورد في السنن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله. ولما سأل موسى عليه السلام رب العزة والجلال أن يدله على كلمة يكون له فيها فضل عظيم ويمتاز بها عن عباد الله، أرشده إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال موسى يا رب كل عبادك يقولون ذلك، فقال جل وعلا لو أن السماوات والأرضين وعامرهن غيري وضعن في كفة، وضعت هذه الكلمة في كفة لرجحت بهن. وفي الآية من الفوائد وجوب مقابلة نعم الله بالشكر واستعمالها في طاعة الله، وأن ذلك من أعظم أسباب النعيم دنيا وآخرة، كما أن فيها تحريم مقابلة نعم الله بالكفر والجحد وعدم استعمالها في مراض الله. وفي الآيات أن من أسباب نزول الخيرات مقابلة نعم الله بالشكر. وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب نزول العقوبات بالعباد أن يقابلوا نعم الله بالشكر، أن يقابلوا نعم الله بالكفر، كما قال جل وعلا في أوائل هذه الآيات وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي هذه الآيات أن من أعظم نعم الله على العباد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنزال هذا القرآن الذي يحصل بالسير على مقتضى ما فيه الخيرات العظيمة والنعيم الوارف دنيا وآخرة. وفي هذه الآيات التحذير من مصير الكافرين، وأنهم وإن متعوا يسيرا في الدنيا إلا أن العاقبة السيئة ستكون لهم في الآخرة. وفي هذه الآيات تحريم اتخاذ الأنداد والأمثال التي تزعم أنها تماثل الله جل وعلا، فالعبادة حق خالص له لا يجوز أن تصرف لأحد سواه، ولا يجوز أن يجعل لله الند الذي يصرف له شيء من حقوق الله. وفي هذه الآيات أن سبيل الله واحدة وأن من سلكها نجا، فقال ليضلوا عن سبيله، فطريق الله واحد هو طريق الحق، وكما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلكن ورد في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالسبل هنا تنوع أنواع العبادات التي كلها
تعتبر بمثابة مظاهر لطريق واحد، فهي سبل باعتبار تنوعها، وهي سبيل باعتبار اشتراكها في كونها تؤدي إلى الله، فهذا مصلٍ وذاك صائم والآخر تال لكتاب الله، فكل قد سلك سبيلا وكلها تدخل في سبيل واحد هو طاعة الله جل وعلا وتوحيده وعبادته. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يعطي بعض الكافرين بعض النعم في الدنيا ليكون هذا من أسباب استدراجهم وزيادة سيئاتهم، ولكن لا ينبغي بالمؤمن أن يتأسف أو يتحسر على ذلك، فإن لله حكما فيما يقضيه في العباد. وفي هذه الآيات أمر أهل الإيمان بأن يقيموا الصلاة بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها، وأمر أهل الإيمان بأن يستمروا على أداء هذه الصلوات فلا ينقطعوا عنها. وفي الآيات الأمر بأداء الزكاة وبيان أنها من واجبات دين الله جل وعلا. وفي الآيات تذكير العباد بأن ما آتاهم الله من النعم هي فضائل من الله عليهم، وبالتالي لا بد أن يشكروا هذه الفضائل بأن ينفقوا منها. وفي هذه الآيات أن المؤمن ينفق سراً وجهراً بحيث يختار في كل مقام ما يناسبه من الإسرار بالنفقة أو الجهر بها. وفي هذه الآيات جعل الناس ينوون الآخرة بما يؤدونه من الأعمال الصالحة بحيث ينوون نفع أنفسهم في ذلك اليوم العظيم الذي لا بيع فيه ولا صداقات ولا يوجد خلل يتمكن الإنسان من الهرب معه. وفي هذه الآيات التذكير بالنعم الكونية التي جعلها الله في الكون من أجل مصلحة الإنسان لينتفع بها ولتكون عوناً له على عبودية الله تعالى وشكره سبحانه وتعالى. وفي الآيات أن العبد ينبغي به أن يتفكر في الكون ليربط هذا الكون بخالقه سبحانه فيزداد تعظيماً له وارتباطاً به وخضوعاً له وذلاً وعبوديةً له جل وعلا. وفي الآيات أن الانتفاع بهذه المخلوقات الأصل أنه على الحل والجواز إلا أن يوجد ما يمنع منه. وفي هذه الآيات طهارة مياه الأمطار وأن الأصل فيها أنه يجوز الانتفاع بها لأن الله امتن بها ولم يمتن بها إلا لإمكان الانتفاع بها. وفي هذه الآيات جواز ركوب السفن والمركوبات البحرية والبرية والجوية، فإن الله جل وعلا قد امتن بتسخير هذا الفلك في البحر ولا يتم الامتنان به إلا بجواز الركوب عليه. وفي هذه الآيات جواز الانتفاع بالأنهار شرباً منها وركوباً على متنها وأخذاً لأسماكها واستمداداً للزراعة من مياهها. وفي هذه الآيات جواز الانتفاع بما يكون من الشمس والقمر بضوئهما سواء بإنارتهما للأرض أو بالاستفادة من حرهما أو بالاستفادة من ضوء الشمس في توليد أنواع الطاقة. وفي هذه الآيات
أن نعم الله دائبة تجري دائما، لا يتوقف فضل الله ونعيمه عن العباد. وفي هذه الآيات التذكير بفضل الله عز وجل على العباد بنعمة الليل والنهار، ليكون ذلك من أسباب إدراكهم لمعايشهم ومن أسباب راحة أبدانهم. وفي هذه الآيات الترغيب في دعاء الله جل وعلا والإكثار من سؤاله حوائج الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا بإجابة دعاء الداعين فضلاً منه وإحساناً لعباده. وفي هذه الآيات أن نعم الله عظيمة كثيرة لا يتمكن الإنسان من إحصائها، ونعمة الله اسم جنس يصدق على القليل والكثير، وهو من ألفاظ العموم. وقوله هنا لا تحصوها، أي أن الإنسان لا يتمكن من إحصائها. ولذا ننبه على أن من الأخطاء الشائعة أن يقال نعم الله لا تحصى، فهذا تعبير خاطئ، فإن الله جل وعلا قادر على إحصائها، وإنما يقال نعم الله لا نحصيها، فينسب عدم الإحصاء إلى الناس ولا يطلق ذلك فيحذف فاعله. وفي هذه الآيات أن من الصفات التي تكون عند الإنسان ظلمه للعباد وجحده للنعم التي تصل إليه، ولذا فإن الإنسان ما لم يقم بحزم أمره وربط قياده لنفسه بالإيمان الذي يجعله يمتنع عن الاعتداء على حقوق الآخرين ويمنعه من جحد النعم التي تصل إليه، فإنه سيبقى على أصل صفته من الظلم والكفر لنعم الله عز وجل. ومن كفر نعم الله ألا تنسب النعم إليه، فيقول قائلهم إنما أوتيته على علم عندي، وينسب ما وصل إليه من الخير إلى نفسه وإلى قدراته وإلى صفاته، وينسى أن من عباد الله من هو أحسن منه في هذه الصفات ولم يصل إلى ما وصل إليه. ولذا فإن الواجب على العبد أن يكون عدلاً في التعامل مع عباد الله، لا يعتدي على شيء من حقوقهم ولا يؤذيهم، كما أنه يجب على العبد أن يكون مقابلاً للنعم بالشكر والثناء، فيشكر الله على نعمه وينسبها إليه ويصرفها في مراضيه. وإذا ورد إليه إحسان من أحد الخلق تقرب إلى الله بشكره وبمحاولة رد جميله، ليكون بذلك ممن شكر نعم الله وشكر عباد الله، فيكون من المفلحين الفائزين دنيا وآخرة. بارك الله فيكم وأسعدكم الله وجعلكم الله موفقين في كل أموركم، كما نسأله سبحانه أن يعرفكم بنعمه وأن يجعلكم شاكرين لها مثنين بها عليه سبحانه وتعالى، وجعلكم الله ممن يتوجهون بعبادتهم لرب العزة والجلال، فيستمرون على إقامة الصلوات ويؤدون الزكوات ويستعدون ليوم المعاد، كما نسأله سبحانه أن يثبتنا في الحياة الدنيا على القول الثابت، فيجعلنا من أهل التوحيد ومن أهل السنة ومن أهل الطاعة بفضله وإحسانه، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا في قبورنا عند سؤال الملكين لنا، ونسأله جل وعلا
أن يثبت أقدامنا في يوم المعاد حين تزل الأقدام، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن عرف معنى كلمة التوحيد فعمل بها وصدق بها وأيقن بمضمونها وتمسك بها مخلصاً لله جل وعلا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين فيعرفهم نعمة الله عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبإنزال كتابه العظيم القرآن الكريم ليتمسكوا بهما ويسيروا على نهجهما ويكونون من الناجين بهما، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.